أنا صنعت الفخار وهي من أهالي ليمة، فقد حصلت علي من إيدادي وأباي، وأنا استوردت من إيدادي وأهالي شوابنا، فعشنا منها أول من الله ومن هذا شغلتنا زين في الإبال. فهذا نصب مال قهوة، احنا نسميه نصب، بالأول مثل البريق سويت فيه قهوة، فالحين هذا نصب أثار أول قديم قديم وايد. فهذا قدر مال طين كذلك زين مال اللبن.